孙总先生最近在中国的外交斡旋下，沙特和伊朗恢复了外交关系。那我们在和一些中东国家驻华大使的交流过程当中呢，他们觉得中方所倡导的和平、和谐和合作共赢的理念，同一些西方国家所倡导的那种现实主义、权力政治啊 （power politics） 有本质的区别。 وجود الصين في القمه العربيه الاخيره كان مؤشر عظيم جدا ومبشر بان الصين الان دخلت الى البلاد العربيه من خلال القمه ونامل ان تستمر هذه المشاركه يعني ان ان تستمر الصين في المشاركة في القمم العربية القادمة باسم القمة العربية الصينية، يضاف إلى هذا أن ما قامت به من مصالحة بين إيران والسعودية عجزت عنه دول كثيرة، يعني الخلاف السعودي الإيراني قديم جدا ولم ينجح أحد في حله ولكن لأن الصين نواياها طيبة ولا 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 تريد شيئا اكثر من مصلحه هاتين الدولتين استطاعت فعلا ان تحقق معجزه واقول معجزه في المصالحه الايرانيه السعوديه التي رحب بها كل العالم العربي وكان العرب كلهم سعداء بهذا المسعى الصيني الذي نجح ولم ينجح غيره في هذا الامر. 总统先生我们知道刚才您和很多中东国家的中华世界进行了做谈和交流那这些大师以及他们代表的国家是否也认同中国在中东事务上发挥的基础作用 ?Nam, 我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是我也是 سعوديه ولذلك الدول العربيه عندما قلت لهم هذا كانوا سعداء جدا بدور الصين في هذا المجال ويرحبون بها في مجالات اخرى